السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد عدلان من موقع ديفن أرز دوت نت. أهلا بكم مرة تانية في سلسلة دروس ال HTML. إحنا كنا توقفنا فترة بس بعتذر عن التأخير. هكمل النهاردة إن شاء الله مع الدرس الرابع. آخر درس كنا شرحنا فيه ال images والروابط بتاعتها، نحطها إزاي، وبعض التنسيقات في الفونتس وكده. ياريت تراجعوا الدروس اللي فاتت عشان نكمل مع بعض إن شاء الله. نبدأ بإذن الله. افتح برنامج النوت باد بلس. افتحه من هناك خلاص. ده الملف بتاعنا اللي احنا بتاع الشغل بتاعنا ليسون 4، الفولدر اللي احنا كنا شغالين عليه المره اللي فاتت لو تفتكروا. هعمل اوبن ويز نوت باد او ايديت ويز نوت باد. تمام، ده الملف اللي احنا كنا شغالين عليه. اخر حاجه عملنا الايمجز وازاي احرك الرابط واستخدم بيز ازاي. تمام، واللينك شرحناها وفين اماكن وضع السي اس اس. النهارده باذن الله هنتكلم عن حاجه مهمه جدا 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 في الاتش تي ام ال، او اساس عشان ابني موقع اتش تي ام ال، وهي التيبلز. تمام، تيبلز معروفه من اسمها، يعني جدول. يعني ايه جدول؟ يعني ما هو الا خانات بحط فيها كلام او صور او اي او روابط او اي حاجه. تمام، طيب ازاي هكري الجدول في الاتش تي ام ال؟ احنا قلنا الاتش تي ام ال ما بيقبلش ايه ده الاكواد بتاعته، او يعني لو حطيت له مسافه حتى زياده مش هيقبلها. طب ازاي احط فيه جدول؟ تمام، هو ده اللي جايين نعمله النهارده باذن الله. الصفحه اللي احنا كنا شغالين عليها انا مش محتاج ده كله بقى، همسح ده كله. تمام، امسحه ولا اعمل عمل جديد؟ لا هعمل عمل جديد. اوكي، اطفي ده، نوس كليك يمين، نيو تكست، وامسح txt واكتب دوت html. اوكي، ولكن انت ممكن تغير من ثلاثة، اقول له اوكي، خلي اسمها مثلا tables. اوكي، هعمل كليك يمين edit with notepad. تمام، زي ما اتعودنا اول حاجة هعمل دوت تايب. تمام، زي ما عملناها قبل كده. طيب HTML، افتح ال HTML واقفله. زي ما اتعودنا اي حاجة بفتحها لازم اقفلها. اول حاجة هيد، اقفلها وافتحها. بعد كده اكتب التايتل جواها. تمام، بعد كده هعمل بودي، اسف بودي من جوه هيد، عبر الهيد خالص بودي. ليش بودي؟ مثلا tables page. تمام، البادي هنا واكتب كل اللي انا عاوزه. طيب تمام، عشان اكتب تيبل او ارسم تيبل مطلوب مني اعمل حاجه واحده او كذا حاجه. اول حاجه انا هقول له انا هشتغل دلوقتي تيبل، يبقى الطبيعي ان انا اقول له هفتح كوس تيبل. تمام، سلاش تيبل، زي ما قلنا اي حاجه بتتفتح بتتقفل الا بعض الاكواد، اتكلمنا على بعضها هنتكلم على الباقي ان شاء الله. طيب هل انا مسافه ما كتبت كلمتين تيبل وسلاش تيبل كده عمل تيبل؟ نجرب. كنترول اس يعني سيف، وهنفتح الملف. صفحه فاضيه خالص، الاسم بتاعها تيبل بيجز، تيبلز بيج، بس ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي رسمه، ما فيهاش اي حاجه خالص، دول ان انا كتبت حاجه. طيب ازاي ما ظهرش؟ طب انا لازم اقول له التيبل ده، انا قلت له كلمه تيبل فاضي، يعني زي ما قلت له مثلا، زي ما اقول له فونت وادي له التنسيقات بتاعتها، وما اكتبش جوه الكوست بتاع فونت حاجه خالص، سيبه فاضي. هيعمل التنسيقات دي على ايه؟ لازم اقول له خلاص. يبقى تيبل مثلا هقول له التيبل ده مثلا فيه 3 صفوف وثلاث اعمده. طيب هعمل ازاي صف؟ هعمل ازاي عمود؟ في ال HTML ما ينفعش كاريت عمود على طول، لازم اكاريت صف وبعد كده اكاريت جوه العمود. طيب الصف بيتكاريت ازاي؟ عن طريق تي ار كده، صف سلاش تي ار. كده انا عملت صف. طيب العمود هحطه جوه الصف،
TD. ايه الكلام ده كله؟ انت دخلت مرة واحدة كده بينا و TR و TD و Tables والحاجات دي بالراحة خالص. Table الجدول بيكون من ايه؟ الجدول عبارة عن مربع، بوكس مربع، تمام، جواه صفوف وأعمدة. الصفوف اللي هي بالعرض والأعمدة اللي هي بالطول. طيب عشان أعمل صف بالعرض بعمل ايه؟ بكتب كلمة TR وأقفلها بالـ TR التانية. عشان أعمل عمود لازم أعمل العمود جوه صف. طيب هل لغاية دلوقتي هيظهر؟ نجرب. انا بقول لكم مش هيظهر حاجه، المختلف معايا بيقول هيظهر، هنشوف ليه. كنترول اس، تمام، اسيب القناه، ريفريش، ما ظهرش حاجه. طب ليه يا عم انت مش قلت لنا كده هيظهر؟ طيب ثواني، بالراحه بالراحه، هل انت قلت له التيبل ده مرسوم بايه ولا تخن الخط اللي هترسم بيه قد ايه؟ انا قلت له اعمل تيبل وخلاص، صح؟ لازم اقول له مثلا التيبل ده مثلا البوردر بتاعه، تمام، بيساوي مثلا 2. سيف، كنترول اس، اوكي، جرب الفيش، عمل حاجه صغيره خالص اهي، صح؟ واخدين بالكم؟ ايه ده؟ هو ده التيبل اللي انا قايله عليه وتي دي وصف وعمود واللي انا قلته ده كله عمل لي البتاع دي؟ طيب سؤال، هو انت هنا اديته ويدث، اديته هايت، ما اديتوش عرض ولا طول، لازم اديله عرض وطول علشان يفرد على قدهم، هو كده 0%. طيب انا هقول له مثلا ويدث يساوي مثلا 500 بكسل، والهايت يساوي مثلا 500 برضو. كنترول اس، طيب ريفريش F5، عرض لي الشكل اللي انا عاوزه، يعني عمل لي تيبل. طيب يا عم الحاج سؤال بالراحه، ثواني ثواني يا عم، انت كده انت بتتكلم كتير وقلت انت حاولت جوه صف وجوه الصف عمود مش ظاهرين ليه؟ طب سؤال، انا لما اقول له تيبل، التيبل ده فيه زيرو صف وزيرو عمود، اذا التيبل مش موجود، صح؟ يبقى لازم اقول له التيبل فيه واحد صف وواحد عمود، تمام، واحد صف وواحد عمود. طيب ازاي بقى هعمل ازود عدد الصفوف او عدد الاعمده؟ او هنتكلم فيها شويه. طيب دلوقتي انا قلت له الويدث بتاعك 500 والهايت 500 والبوردر بتاعك 2. طيب انا عاوز اعمل ايه تاني؟ واخدين بالكم هنا شكل التيبل ده عامل ازاي، شكل الخط ده عامل ازاي؟ عباره عن خطين، تمام، شبه دلوقتي مش هتكلم في دلوقتي، هشرح حته تحت زياده وبعد كده اتكلم. طب تمام، انا قلت له دلوقتي عندك في تي ار، فاكرين الكومنت اللي كنا اتكلمنا عليها؟ كومنت اللي ينفع اكتب كومنت جوه الاتش تي ام ال بالطريقه دي، فاكرين؟ هكتب كومنت عشان الاسم يبان، هو الصف مثلا the first row، تمام، دي فتحته ودي قفلته، وده ايه اللي هو الفيرست تي دي. هكتب هنا الفيرست كولوم، اوكي، كنترول سيف، اسف، تمام، ده الكولوم الاولاني. طيب انا عاوز اضيف تي ار وتي دي تاني، اضيف صف تاني، وهو في صفين وعمودين. طيب اقول له تي ار سلاش تي ار، وبعد كده هطلع فوق واقول له تي دي سلاش تي دي، نفس الكلام، عملت الصف التاني وده اسمه يبقى ايه؟ السكند رو. سكند رو، كنترول اس، وهكتب هنا ايه؟ برضه هكتب السكند كول، اوكي، عشان بس توضح لكم جوه. كنترول اس، نفتح المتصفح ريفريش، تمام، دلوقتي عمل لي ايه؟ صفين، تمام، وعمود واحد. طب عمود واحد مش باينه ازاي؟ لا ما هو اهو عمود واحد اهو، لو في زيرو عمود دلوقتي مش هيبقى باين الصفين، صح؟ وهو في عمود واحد، ادي عمود واحد اهو وصفين. طيب تمام، انا عاوز اعمل عمودين، عاوز اعمل عمودين، هعمل عمودين ازاي؟ خلاص هجي له جوه الصف اللي انا عاوز اعمل جوه عمودين، وراح جاي هنا قايل له تي جي مثلا سلاش تي دي، اسف، تي دي، وده مثلا ايه ده؟ اذا ذا سكند كولوم، لا مثلا هسميه في الاول مثلا ايه ده؟ رو 1 كولوم 1، تمام، ده رو 2
كولوم 1 ده رو 2 كولوم 2 كنترول اس نيجي هنا نعمل ريفرش عمل كولوم 2 كولوم تحت. طيب ايه بقى اللي عمله فوق ده؟ بصوا فوق الشكل بقى عامل ازاي دلوقتي، تحس ان كل كولوم مثلا ده خليكم ركز معايا في الكولوم ده بالظبط مع الماوس، تحس ان هو مقفول الاطار لوحده وفي اطار محوز على كل حاجه. وهنا الكولوم اللي فوق الرو 1 كولوم 1 عمل لوحده مربع وساب الجزء ده فاضي، الجزء دلوقتي كده فاضي مفيهوش حاجه. طيب ليه عمل كده؟ او هل ينفع انا اخلي ده ياخد مسافه الاثنين ولا لا؟ التيبلز لازم يبقى كل الجداول تمام قد بعض، او مش قد بعض اللي هو يعني هاخد رو يبقى الرو يقسم نفسه في كل الصفوف، يعني مثلا الرو ده قسم كل الصفوف هيسيب الجزء ده فاضي ان هو ما يعرفوش. لازم انا اخش اقول له في السيل دي، اخش اقول له لا السيل دي بتشغل مكان اتنين سيل تمام. هقول له كده ازاي او هعمل الطريقه دي ازاي؟ هعملها عن طريق حاجه اسمها انا دي هي اللي ايه اللي انا عاوز اخليها تشغل مكان اتنين سيل صح. باجي جوه التي دي بتاعها واكتب له كول سبان تمام يساوي اتنين صح، انا عاوزها توصل اتنين رو اتنين كولوم صح، عاوز تاخد عمودين وهدوس له ريفريش اخد مكان العمودين تمام. طيب تمام دلوقتي هي في خطين هنا مميزين الجدول، خط مميز السيل لوحدها وخط التخين ده لف على الجدول كله. طيب انا عاوز يبقى خط واحد بس او عاوز الغي المسافه بين الخط ده والخط ده. طيب في حاجه اسمها في التيبل فوق اسمها سيل خليه بيدنج تمام. السيل بيدنج دي هي ايه؟ بعد الكلام اللي في الخليه ده تمام، بعد الكلام اللي جوه الخليه او بعد محتوى الخليه عن جدار الخليه، جدار الخليه اهو هو لازق فيه طبعا، فاحنا عاوزين نبعده. في حاجه اسمها سيل بيدنج مثلا نخليه 10 مثلا 10 تمام كنترول اس هاجي هعمل ريفرش خلى كل الكلام او كل محتوى الخليه بعيد عن الخليه نفسها بمقدار 10. طيب انا عاوز ابقى اضيق المسافه الخط اللي انا قلت لكم عليه ده اللي هو او ده اسمها حاجه اسمها سيل سبيسنج. ايه السيل سبيسنج دي؟ مثلا عاوزها زيرو كنترول اس. ايه هي السيل سبيسنج؟ السيل سبيسنج هي المسافه بين الخليه دي والخليه اللي فوقها، الخليه دي والخليه دي اللي هي المسافه الفاضيه بين الخطين دول. لو انا دوست ريفرش دلوقتي بعد ما خليتها زيرو لغاها خالص، بقى كل الجدول عباره عن خط متصل تمام. تمام طيب فرقتهم ايه؟ مثلا انا عاوز اخلي السيل سبيسنج دي مثلا 5. بص هيبقى الشكل عامل ازاي؟ شفتوا؟ فصل كل خليه، خلى بين كل خليه والتانيه 5 بكسل تمام. يعني ده السيل سبيسنج تمام. يبقى احنا كده عرفنا نكري الجدول، عملنا جدول عباره عن مكون او حاجه عملناه مكون من صف وعمود، يبقى عمل لي مربع فاضي ان هو صف واحد عمود واحد. ما ينفعش جدول يبقى احتوى على زيرو صف وزيرو عمود، ما يبقاش جدول اصلا، يبقى حاجه كده ما فاي تمام. طيب انا جيت قلت له اعمل لي في الكولوم اللي تحت عمودين، في الرول اللي تحت اسف هنا عمودين، راح عمل عمودين بس جه في الرول اللي فوق خلى الكولوم اللي فوق يشغل مساف يشغل قصاد الكولوم اللي تحت ده، والمكان ده بقى خلاه فاضي. طيب انا عاوز اخلي لك الخليه اللي فوق دي كلها تملى المكانين، قلت له ايه اللي هي الكول سبان، خليه ياخد مكان اتنين كولوم تمام. خد مكان اتنين كولوم يعني هو بقى الخليه دي بقى حجمها ده تأدي الخليتين دول. طيب تمام دلوقتي انا عاوز اعمل هيدر للجدول. هيدر اللي هو عارفين مثلا لما يكون في جدول مكتوب مثلا جدول المحاضرات بتاعنا او جدول الحصص، بيبقى مكتوب مثلا ايه الحصه الاولى الحصه الثانيه المحاضره الاولى والمحاضره الثانيه، ده مثلا بخط تخين تمام، وايام الاسبوع بخط تخين، واللي في النص بخط رفيع مثلا اسم الماده او اسم المحاضره كده يعني. طيب احنا بقى اللي بنتكلم فيه الهيدر ده اللي هو ايه مثلا جدول اللي هو اسم المحاضره المحاضره الاولى المحاضره الثانيه كده. طيب ازاي اعملها في الجدول هنا؟ طيب اعملها ازاي؟ احنا قلنا في حاجه اسمها تي ار وحاجه اسمها تي دي. طيب انا دلوقتي هعمل الهيدر اللي فوق، الهيدر اللي فوق هيتعمل ازاي؟ هو مش هو عباره عن صف صح، بس الصف ده هيكون ايه؟ مش هيتعمل تي ار عادي، بيتعمل حاجه اسمها تي اتش تيبل هيدر اوكي سلاش تي اتش. اه اسف نسيت اقول الاختصارات، التي ار دي تيبل رو، التي دي دي زي الكولوم، حاجه اسمها تيبل زي الكولوم بالظبط، يعني هي تي دي بتقول عليها كولوم تمام. المهم تي اتش اللي هي ايه؟ تيبل هيدر. طيب التيبل هيدر دي انا مثلا هكتب فيه مثلا هيدر
نجرب، هيظهر كده ولا ما يظهرش؟ ظهر، بس بص لجوه بقى ايه، الفونت تخين عن الفونت ده، تمام، بياخد الهيدر تخين عن الفونت ده. طيب هو اخد مسافه الكولوم اللي انا حددته تحت صح؟ طب انا عاوز ياخد مسافه الاثنين كولوم مع بعض زي ما عملنا في اللي تحته، اللي هو خلي مثلا هنا ايه تي اتش ده كول سبان بتساوي 2 كنترول اس، عمل سيف اخد مسافه الاثنين، تمام. طيب وبقى الفرق بينه وبين التيبل تي ار العادي ان هو بقى الفونت بتاعه بولد، لان هو اللي بيحدد تاريخ جدول الحصص وكده. طيب في ايه تاني في التيبل؟ طيب انا عاوز مثلا، طبعا ينفع احط في التنسيق فونت مثلا هنا، او اغير لون هنا احمر، اي اكواد اتش تي ام ال ممكن احطها جوه هنا عادي، تمام. يعتبر كده مفيش حاجه تاني في التيبل تقريبا، اعتقد كده تمام. يعني هو زي كاري تيبل في الاول، بكتب تيبل وبقفله بالتيبل التاني. بعد كده عندك التي ار صف، تي ار تاني صف تاني، تي دي اعمده، ممكن احط كذا عمود في الصف الواحد، تمام. طب ممكن احط كذا رو في التيبل نفسه، تمام. التي اتش اللي هو الهيدر بتاع الصفحه، ممكن تي جوه التي اتش حتى اكتب كمان نصه تي دي، نجربها سوا سلاش تي دي، تمام. عمل ايه دلوقتي؟ عمل صف جديد، او خلى عمل عمود، اسف، عمل عمود جديد. انا كنت قايل له في الاول التي تي اتش نفسه، التي اتش نفسه، ركزوا معايا، قلت في اول حاجه التي اتش نفسه ده كول سبان 2 صح، وبعد كده حطيت جواه تي دي. طيب التي اتش اهو اخد اللي بتاع العمودين اللي في الاول، الاثنين رول في الاول دول صح، اخد الكول سبان 2 زي الخليه دي، وراح عمل التي اتش جنبه اللي هو الهيدر، اسف اللي هو العمود اللي جنبه، وحط فيه الكلمه. طيب مش مشكله، انا عاوز الغي التي دي خالص، ان احنا التي اتش قلنا التي اتش مش محتاج التي دي، ان هو ايه ده الهيدر بتاع الجدول، تمام. ما اعتقدش في حاجه تاني في الهيدر في التيبلز. اتمنى ان تكونوا استفدتوا بالدرس بتاع النهارده، ما طولتش عليكم، اسف للتاخير مره تانية، ان شاء الله نتقابل في الدرس اللي جاي، وباذن الله في اخبار كويسه في السكه. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في اي اسئله انا موجود على المدونه على طول، هتلاقوها، تمام، وانا عندي تقريبا اي اسئله انا موجود عندكم على المدونه، اسالوا في المدونه، وعشان توصل لكم الاخبار الجديده اعملوا سبسكرايب للمدونه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.